إذن على بركة الله مشاهدينا الأوفياء، مشاهدين شوف تي في أينما كنتم داخل وخارج الوطن، أهلا وسهلا ومرحبا بكم على مرة أخرى بث مباشر من مدينة الدار البيضاء. عشاق الرياضة، عشاق المشي، عشاق الجري، صباحكم مبروك، جمعة مباركة للجميع. كنتواجدوا بالشريط الساحلي لمدينة الدار البيضاء خلال هاد اللحظات كما قلت. العديد من المواطنين اللي كيفضلوا خلال الساعات الأولى من الصباح ممارسة التمارين الرياضية قبل الذهاب إلى العمل. انه ماشي فقط الناس اللي كما كنقولوا مرتاحين هما اللي كيمارسوا التمارين الرياضيه، ولكن كذلك حتى الناس اللي كتكون العمل ديالها مع الثمانية مع التسعود، فكيجي كيمارس الهوايه المفضله عفوا اللي هي كما قلت اما المشي على اقل تقدير واما الجري بخطه خفيفه كما كنقولوا، واما على حسب الطاقة ديال الانسان. اللي كنقولوا انسان فكنتكلموا على المرأة او رجل، لانه حتى النساء وحاليا كما قلت غادي تشوفوا معنا بعض الاشخاص اللي عزيز عليهم كما قلت الرياضة في هذا الصباح الباكر. يونس مدرك، صباحك مبروك خويا يونس، خويا جمعة مباركة خويا العزيز، جمعة مباركة، تحياتي لك خويا يونس مدرك. كتذكر اللقاء الأول، هذا آسيوي واقف هنا كيتسنى في الطاكسي الأحمر بطبيعة الحال. كتذكر أخويا يونس مدرك اللقاء الأول أخويا، باقي كنذكروني أنا كيفاش مابقيتش متذكر الاسم ديالك أخويا يونس، تحياتي لك خويا. كنت كنصحابك كنصحابك من الهوكيين راك عارف. الله يحفظك خويا يونس، دابا انت عاد كنتي دويتي معايا خويا العزيز على دويتي بمعقول زعما بلا ما بلا بلا ما الانسان الفاعل، وهادي دويتي بداكشي ديال ولاد الناس، ولكن تحياتي لك خويا يونس، تحياتي لك خويا العزيز، تحياتي، شكرا لك بعدا على التعليق اخويا، الله يحفظك، صباحك مبروك. اذا نرجع بكم كما قلت شويه، لاحظوا معايا غادي نقربكم من الصوره اكثر. لاحظوا معايا هما الناس هنا، هما لاحظوا معايا الناس كما قلت، هما لاحظوا الناس كي اللي كيدير المشي، لاحظوا هانتوما لاحظوا لاحظوا كما قلت كي اللي كيفضل المشي، لاحظوا هو السيد توا غادي توا هنا، لاحظوا يعني جميل جدا والله العظيم. كتحس سبحان الله العظيم هاد الناس هما وحدين اخرين هنا كيمارسوا، لاحظوا هما لاحظتوا ما عرفتش خويا يونس مدرك، والله ما عرفتش، ما تعرفش بيك اخي، والله ما عرفت خويا يونس، اذا كان ممكن لحظه اوضح ليا باش نتفاعل معاك اخويا، الله يحفظك، حيت على ما اظن واقيلا اول مره، ربما نكون غلطت واقيلا في الاسم الله اعلم، ولكن انا كنتذكر. هو معنا لاحظوا معايا الناس هما خطوات كما كنقولوا ما شاء الله، اللهم بارك. قلت لك اخويا العزيز ربما نهار اللي كنت داير المباشر بالقرب من كان صباح العيد، نهار اللي كان صباح العيد، نهار عيد الفطر،
تذكرت مزيان، نهار عيد الفطر اخويا كنت دير لايف ديال الطريق، بانه الناس غادي خارجين من الدار البيضاء كانت الطريق عامره، يعني الطريق ديال الذهاب عامره والطريق ديال الاياب كانت خاويه، يعني الناس اللي خارجين من الدار البيضاء كانوا كثار، والناس اللي يعني في وسط الدار البيضاء كانوا قلال، يعني الناس غادا خارجه تعيد مع العائلات ديالها وداك الشيء. وكنت كنتكلم على ذاك الموضوع ودخلوا شي نماذج باش ما نعموش، دخلوا شي نماذج من واحد الدوله مجاوره، دخلوا راك عارف ملي كيدخلوا كيبغوا يفسدوا لك ذاك الجو اللي انت فيه، وبالفعل نجحوا في هذيك العمليه وكنت انفعلت، على ما اظن الا كنت بقات عندي الذاكره كنت كنتكلم يا باش المهم واقيلا دويتي معايا قلتي لي بلا سب بلا قذف بلا هادي، ربما هي باش تقلقت انا قلت لا واقيلا انت ملي كتقول هاد الهضره واقيلا انت من عندهم انت واقيلا ديالهم، ربما نقدر نكون غلطت في الاسم اخويا العزيز مرحبا. الله يحفظك خويا، نشرف فيك، الله يحفظك اخويا يونس، تحياتي اخويا يونس، الشرف لينا حنا الحمد لله اللي كنتعرفوا على رجال بحالكم، كنتعرفوا على نساء حرات ما شاء الله مسلمات عربيات كنحترموهم الحمد لله كيحترمونا، شكرا لك اخويا العزيز، شكرا لك تحياتي. اذا نرجع بكم الموضوع الزاويه ديال المعالجه، لانه كما قلنا حنا ما كنديروش لايف من اجل اللايف، ولكن كل مباشر كنديروه عنده هدف ديالو كنحاول نوصلو من خلاله واحد الفكره واحد الصوره للعديد من الناس، ربما محبي وعشاق هذيك الحاجه اللي كنتكلموا عليها. بحال دابا حنا حاليا كنتكلموا على التمارين الرياضيه الصباحيه. الله يحفظك خويا العزيز، جمعه مباركه خويا يونس، الله يحفظك. قلت بانه رغم لاحظوا واخا كنتكلم كنعاود نرجع بكم في كنا باش ديما يكون تتمه ديال الحديث، باش من كما باش يكون داك الشيء مسترسل كما كنقولوا، ما بقاش عداوي خاوي. قلت بانه يعني حنا ما كنجوش نديروا مثلا لايف من اجل لايف، فكل لايف كنحاولوا نتكلموا فيه على شي حاجه، واكيد كما قلنا هاد اللايف هذا غادي يهم واحد الناس اخرين عاوتاني كيتحركوا. لاحظوا يعني عامل السن ما كاينش عامل السن، لاحظوا ما شاء الله اللهم بارك اللهم بارك، يعني عامل السن ما كاينش عامل السن، الرياضه ما فيهاش عامل السن، واحد كيقول لا حكا عندي 40 عام عندي 60 عام عندي 70 عام، الرياضه ما عمره كان عندها سن معين، والدليل هو انه راك شتو شيوخ في العالم كنشوفوهم ما شاء الله باقيين كيمارسوا الرياضه احسن من شباب في هذا الوقت هذا اللي لاحوا راسهم في المخدرات ولا راسهم في شي حوايج اللي لقاو بنفسهم التهلكه بهذا المعنى هذا. الله يهدي ما خلق، الله يعفو على الجميع. اذا كما قلت بانه من خلال هذا المباشر فكنتكلموا على الناس اللي كيمارسوا التمارين الرياضيه الصباحيه واللي كتحافظ على الرشاقه ديالهم. لاحظوا ما شاء الله انتم يعني كما قلت لاحظوا الناس كيفاش، لاحظوا السن ما شاء الله ما عندوش ما ماشي عائق، السن ماشي عائق ما شاء الله. قلت بانه الناس اللي كتمارس الرياضه اكيد الجسم السليم العقل السليم عفوا في الجسم السليم، لانه ملي كيكون الجسم نشيط وكيكون رياضي كتكون فيك حيويه راه داك الشيء اكيد لا كيعطي ميساج حتى للعقل انه كيكون نشيط كتكون كتفكر مزيان، ماشي بحال الخمول والكسل وعدم ممارسه الرياضه كما كنقولوا بلازم مع الماكله والنعاس كيولي يعني غادي يكعوا عليا الناس اللي غلاط، واخا حتى انا غلط نقول شي حاجه يكعوا عليا الناس غلاط وانا غلطت انا اللهم نسكت. لاحظوا معايا كما قلت لاحظوا كاين اللي كوبل ما شاء الله تما غاديين ما شاء الله كما كنقولوا المشي، يعني كاين اللي كيفضل انه هو والزوجه ديالو كيتموا غادي كيتمشاو ما كيبغيش يجري ولكن كيتمشاو، المشي حتى هو راه عنده فوائد ديالو فوائد كبيره كبيره بزاف اكيد. الاهم هو انه كما قلنا الناس كتمارس الرياضه، لاحظوا كما قلت لكم
هنا ربما بنسبة قليلة، ولكن حنا اقتربنا من المنطقة اللي كيكونوا فيها الناس بزاف. لاحظوا كما قلت لكم يعني اقتربنا من المنطقة اللي كيكونوا فيها يعني حركات أو التمارين الرياضية بشكل كبير، رغم أنهم غاداش تكون يوم الجمعة، كتكون يوم الأحد بالخصوص، يوم الأحد السبت والأحد، ولكن خاصة الأحد. ولكن على العموم البلاصة اللي غادي نوصلوا لها دابا حاليا منطقة عين الذئاب، عين الذئاب أكيد غادي نلقاو أعداد ما شاء الله أكثر من هذا الشيء هذا اللي شفناه دابا حاليا. لاحظوا معايا يعني الناس كما قلنا كتريني الله يعطيك يوز خويا، كنشكرك اخويا. اشويا خويا يوز اشويا، شوف اش خلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال له انك لامرئ فيك جاهليه، انك لامرئ فيك جاهليه، يعني بقى فينا شويه الجاهليه خويا يوز وصافي. الله يحفظك. كما قلتي ما كتسرطش لينا وصافي، حيت الحمد لله كنحترموا الجميع والله العظيم. ما كنبغوا ادي واحد كما قلنا كتبغي تدوز خدمتك، دوز الرسائل ديالك، دوز الميساج ديالك، عجب الانسان اهلا وسهلا مرحبا وكتفرح، ما عجبوش كتاخذ الايجابيات وكتحاول تحيد السلبيات باش تحاول انك تكسب المزيد من الناس، المزيد من الثقه ديال الناس. هذا هو الشيء اللي كاين. شكرا لك خويا يونس بعدا على التفاعل ديالك، الله يحفظك اخويا العزيز، كنتمنى لك يوم سعيد وبقيه ايام اسعد بحول الله. شكرا خويا يونس. إذا نرجعوا معكم كما قلت لهذا الأجواء، أجواء جميلة جدا. لاحظوا في الشريط الساحلي للعاصمة الاقتصادية دابا حاليا كنتواجدوا في منطقة عين الذئاب. عين الذئاب يعني كنقولوا منطقة عين الذئاب، فأكيد يعني راه كتبدا ملي كتفوت لاكورنيش دور على شارع ديال المحيط، إذا ما خدنيش الاسم بالفعل شارع المحيط وقيلا. إلى غاية ملي كتدخل سيدي عبد الرحمن، محسوبة عين الذئاب، ولكن هذيك المنطقة عاوتاني من تما لهي راكم عارفين، كتولي داخل ديك مدام شوال وداخل راكم عارفين. هانتوما لاحظوا حتى العنصر النسوي ما شاء الله كيمارس رياضة المشي ما شاء الله أو مبارك، والله العظيم هادشي كيفرح. يعني ملي كتشوف ما شاء الله الناس كما قلنا مختلف الأعمار، مختلف الأعمار ما شاء الله، يعني ناس عندها الثمانينات السبعينات الستينات الخمسينات الربعينات الثلاثينات العشرينات، يعني كما قلنا كتحس بانه فوق واحد الطاقه وفوق واحد الايجابيه جميل جدا والله العظيم. مراد نجار صباح الخير اخي مصطفى وحدي من الشفاره. الله يحفظك. تحياتي خويا خويا مراد النجار، تحياتي لك خويا، بارك الله فيك خويا العزيز الله يحفظك. ابراهيم خويا ابراهيم من مدينة الريش، تزارين ابراهيم تزارين من مدينة الريش، احلى تحية خويا العزيز، صباحك مبروك، الجمعة مباركة، شكرا لك اخويا. بو غانم
الودادي عندك يطيروا لك الشفاره الهاتف. الله يحفظك الله يحفظك خويا مغانم الودادي، تحياتي لك اخويا الله يحفظك. مغانم الودادي صليت الفجر، الله يتقبل الله يتقبل خويا مغانم الودادي، الله يتقبل لك اخويا العزيز. الله يحفظك خويا يونس مودريك، الله يكبر بك. يلاه قريت هاد التعليق ديالك اخويا العزيز، الله يحفظك اخويا، الله يحفظكم ليا، الله يحفظكم ليا والله يخليكم ليا. يوسف بن دوزان، صباح الخير صباح الخير خويا العزيز، صباح الخير صباح الخير صباح الخير. اللهم يا ربي امين خويا يوسف بن دوزان، اللهم امين اخويا. جمعه مباركه خويا العزيز، دخل عليك باش ما تمنيتي انت والعائله الصغيره والكبيره خويا. الله يحفظك، شكرا لك اخويا. انت كتشوف اخويا يوسف كنحاولوا كما قلنا نعطيكم طاقه ايجابيه في هذا الصباح هذا، تشجعوا الناس على الرياضه. لاحظ معايا المشي، يعني كما كتلاحظوا كاين اللي كيفضل المشي، كاين اللي كيفضل الركض، كاين اللي كيفضل التمارين الرياضيه. يعني كما كتعرفوا لاحظوا متى هو رجل تبارك الله ما شاء الله، هذا فيه 80 سنه اقسم بالله ما شاء الله، فيه 80 سنه ما شاء الله. ها هو لاحظوا هذا ما شاء الله باقي رياضي، جسم رياضي ما شاء الله. اللهم بارك اللهم علي اللهم بارك، يعني كما كنقولوا جسم رياضي. صباح الخير بلاتي، شكون اللي خاصني نجاوب الناس ديولي احباب ديالنا. مورو صباح الخير سيرو ما تخافش الله يحفظك، صافي هي حاضرين يا مورو يا رجل يا البال، صافي ما نخمم زعما بلا ما نتلفت ورايا ياك. صباحك مبروك صباحك مبروك خويا العزيز، جمعه مباركه. ياسر اوجين صباح الفل، والياسمين صباحك مبروك، جمعه مباركه، يوم اسعد ياسر اوجين، شكرا. صفيه زكي صباح الخير والسعادة، صباح الخير اختي صفية زكي، صباح الخير صباح الرباح صباح السعادة صباح الابتسامة صباح الرزق صباح الصحة والهناء اختي العزيزة، شكرا اختي صفية. ما بغيتش ندوز شي واحد ننساه لأنه هاد الحباب ديالنا. يوسف بن دوزان لهنا يخطيك خويا ويستدق، يا ربي امين خويا يوسف. وانتم كذلك خويا العزيز، انتم لاحظوا هذه مجموعه ما شاء الله، لاحظوا اذا هنا لاحظوا تمارين بالموسيقى هنا ما شاء الله، لاحظوا لاحظوا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، لاحظوا معايا يعني تمارين رياضيه بكل صراحه جميل جدا والله الا جميل جدا. لاحظوا واش ما كتحسش بواحد الطاقه ايجابيه ملي كتشوف على هذا الشيء هذا؟ انا مأكد شحال واحد تشهى هاد الساعات الاولى ديال الصباح كره هو كيمارس الرياضه هنا. والله العظيم باش قلنا بانه حنا ما كنديروش لايف من اجل لايف، لانه الاداره كتمنع علينا اننا لايف من اجل لايف، يعني نبقاو نشخل هذاك اجي فم مقول ولا عرم وحط، لا كتاخذ واحد الزاويه كتكلم عليها تحاول انك توصل المعلومه وتتوفق مع عند الله سبحانه وتعالى، وكتشكر حتى الناس اللي كيتواصلوا معاك وكيفهموا الرساله وكتشكرهم وكنشكرهم على الدعم ديالهم. هادشي علاش كنشكركم بزاف 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 بزاف. نرجع للتعاليق الجميله ديالكم اللي كتزيد تشجعنا، لان ما كنبغيش ننسى شي واحد، لان هاد الناس هادو غاليين علينا بزاف بكل صراحه والله العظيم، غاليين علينا ما يمكنش نتجاهلوا شي واحد او نقزوا التعليق ديالو، اذا كان ساهو ليس الا. اذا نرجع، خليت عند خويا يوسف بن دوزان. احمد مودان، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. واخيرا واخيرا طنجة العالية، واخيرا عروس الشمال تظهر على التعليق. احمد مودان من مدينة طنجة، احلى تحية لك اخويا احمد مودان، تحياتنا للناس ديال طنجة. عبد الجبار ادين، لا 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 خويا لا 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 ما متفقش معاك اخويا عبد الجبار، لا 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 خويا لا لا. يلا تكلمنا على اخويا العزيز، واكيد الناس راه فهموا المغزى والهدف من المباشر. نتمنى انت كذلك اخويا العزيز توصلك الرساله
فهمتيني، الا ما وصلتكش اخويا العزيز كنحترموك، وحتى التعليق ديالك اخويا غنتقبلوه بصدر رحب، ما كاين حتى شي مشكل اخويا. صباحك مبروك اخويا العزيز، صباحك مبروك. رشيد المسيح، رشيد المسيح، صباح النور والورود. يا سلام يا سلام، هذه قلنا الناس اللي كيعطوك طاقة إيجابية، الناس اللي كيخلوا أنك تحاول تجتهد باش تكون عند حسن الظن. خويا رشيد أحلى تحية لخويا رشيد، وجمعة مباركة، قال لك صباح النور وصباح الورود، صباحك مبروك خويا رشيد، صباح الياسمين، صباح الفل، صباح الريحان، صباح بالعمان، صباح كل شيء، جمعة مباركة خويا عزيز رشيد. نعمان، نعمان كاش، أول مرة دخلت البث، تبارك الله عليكم، أسلوبك وموضوعكم زوين. يا سلام يا سلام خويا نعمان، يا سلام يا سلام، شوف الطاقة اللي كتعطانا، وهذا الشيء اللي الحمد لله كيعطينا واحد الطاقة الحمد لله إيجابية، وكيخلينا كنتقبلوا ربما في بعض الأحيان بعض التجاوزات كنتقبلوها على مضض، باش ما نكونوش كنكذبوا على راسنا على مضض، لأنه ما كتحس راسك تمسيتي، ولكن هاد الطاقة الإيجابية اللي كيعطيوها لك هاد الناس بحال هكا، بحال خويا نعمان كأش، كنشكرك شكرا يعني بكل صراحة، والله إلا كتزيدوا كما كنقولوا تشريف وتكليف، هو تكليف أكثر من تشريف، لأنه كنحاولوا نجاهدوا أكثر باش ما نخسروش هاد الحباب ونزيدوا حباب أخرين، أقسم بالله. وشكرا لك خويا نعمان، صباحك مبروك، جمعة مباركة، نتمنوا لك بقية يوم سعيد أخويا، وكل أيامك تكون سعادة خويا نعمان، شكرا. الهداجي موناكو، قالك حنا محرومين من هاد الجو في العيون، خويا الهداجي موناكو، ربما إن شاء الله، شوف نتمناو في القريب العاجل خويا العزيز، كاينة بزاف د البلايص زوينة، ولكن أكيد إلا تكلمتي خويا الهداجي على مدينة الدار البيضاء، أكيد وأنت كتعرف إن شاء الله بأنه كاين مشاريع كبرى، مشاريع كبرى على الشريط الساحلي على طول إن شاء الله، هذه معلومات مؤكدة بحول الله، من طنجة، من طنجة إن شاء الله إلى الداخلة بحول الله، إن شاء الله شريط ساحلي في المستوى إن شاء الله، داكشي عالمي، مهنا إن شاء الله 2030 غادي يبان لك بإذن الله، إذا بقى العمر في العمر بقية متنا تفكرونا بهذا المباشر، مهنا 2030 إن شاء الله غتلقى مغرب اخر ان شاء الله، مغرب اخر ان شاء الله. لاحظ خويا الهداجي، صباحك مبروك وجمعة مباركة. شنو هذا؟ رستم، رستم عبدل، قال لك مالها شوف تي في مع الناظور ما عندهاش مكتب تماك. لا خويا رستم، لكن كاينين الزملاء اخويا تما، ودائما دائما كيديروا النقل من تما، الا دخلتي للباج اخويا العزيز اكيد غتلقى المباشر من الناظور الحبيبه، بطبيعه الحال منطقه جميله اخويا العزيز، غير ربما ما كتصادفش مع دوك اللايفات يعني المباشر اللي كيديروه الزملاء من تما، كاين اخويا العزيز، تحياتي لك خويا رسم، جمعه مباركه. الهداجي موناكو صور مزيان، خويا الهداجي قبل علينا خويا والله العظيم، عرفتي علاش؟ مع الموتور، مع الموتور اخويا العزيز، البرد فهمتيني، كاين حتى شويه البرد في هذا الصباح هذا، سمعتيني اخويا، حيت ربما الا مشيتي على رجلك ما غاديش تعطي كما كنقولوا واحد الصوره شامله، لانه غتبقى غير في بلاصتك. دابا شوف شحال ديال الطريق دابا ضربنا خاويه، لانه الا مشيتي على رجلك شحال خاصك، خاصك تدوي واحد تقريبا واحد ساعة ولا ساعة ونص وانت كدوي مع الناس، وهذا الشيء ما يمكنش الناس غيتفرجوا فيه. تحياتي لك خويا، شكرا شكرا خويا على النصيحة. سعيد الماموني، تحياتي تحياتي لك خويا سعيد الماموني، شكرا لك اخويا العزيز، شكرا. صفية،
صافية زكي قالت لي اشمن شارع اخويا هذا هذا اختي جيت عند ديالو بحال غادا المر كومول بحال غادا غاب السنديبات بحال غادا النزاهة عين ديابة عين ديابة اختي العزيزة شتي هاهو سنديبات هاهو شكرا لك اختي صافية احسن صحافي اللي تشوف لي لحظتك لحظتك خويا مراد نجار تحياتي لك اخويا وكنشكرك ونتمنى نكون عند حسن الظن اخويا العزيز اكيد العديد من الزملاء والزميلات اخويا مراد حتى هما ما شاء الله سابقيننا في قناه شاب قناه شوف تي في وحتى هما ما شاء الله عندهم شعبيه عندهم جماهير ديالهم اللي كتحبهم وكتقدرهم وكتحترمهم وانا الحمد لله كما كنقول انا نقطه في بحر ديال هاد الناس هادو شكرا لك اخويا مراد وتحياتي لك وشكرا على الدعم والمسانده اخويا مراد نجار تحياتي لك خويا الهداجي موناكو انت من كلامك باين القلب بيض الله يحفظك خويا الهداجي تقول قال لك نقول الدعاء اللي كيقول اللهم اغفر لي ما لا يعلمون اللهم اغفر لي ما لا يعلمون يعني نتمنى نكون حسن الظن ديالكم ونتمنى نكون اهل ذلك اخويا الهداجي الله يحفظك اخويا صباحك مبروك اخويا العزيز صباحك مبروك اخويا لا تسمع شكون عطانا واحد اللايك غادي ننساو هنايا غادي ننساو غادي نحلوها فاتي فاتي كازا فاتي عطاتنا جوج لايكات كاع تحياتي لك تحياتي لك اختي فاتي كازا فاتي شكرا شكرا لك بزاف حسين حميش سلام حسين من هولندا يا سلام ها هي الجالية المغربية دخلات على الخط خويا حسين حميش من البيبة الأراضي المنخفضة ياك أخويا حسين كيقول الأراضي المنخفضة البيبة هولندا نيدرلاند كما كيقولوا تحياتي لك خويا حسين وتحياتنا للجاليه المغربيه بهولندا انا راه كندوي وحاضر الى شي واحد يكمل معكم اللايف شي شفار يكمل معكم اللايف شي شفار يكمل معكم اللايف وضحكوا عليا مزيان صباحكم مبروك صباحكم مبروك الله يرحم صباحكم مبروك ما بكل صراحه ما مليتش هذا المباشر شكرا خويا الهداجي مرة أخرى أختي صفية زاكي يا سلام أختي صفية زاكي مسكينة متبعاني قالت لك من إيطاليا شكرا أختي صفية زاكي كنتشرف أختي بالمرأة المغربية الحرة كنتشرف بالمرأة المغربية المهاجرة فأينما كانت أينما حلت وارتحلت كنكنوا لكم الاحترام والتقدير أختي العزيزة شكرا لك صباحك مبروك اختي صفية نتمنى لك التوفيق ان شاء الله في بلاد المهجر بالديار الايطاليه اختي صفية شكرا لك اختي العزيزه شكرا شكرا على الدعم والمساندة اختي الله يبارك فيك محمد بلاتي باش ما ننساش نالي محمد غنساه غادي يتقلق ليا محمد محمد محيمين محمد محيمين الله ينجيك اخي والله يوفقك يا ربي امين خويا محمد محيمين صباحك مبروك جمعه مباركه نتمنى لك التوفيق اخويا العزيز شكرا على المرور ديالك خويا الحسين حميش قالك وحشت المغرب الله يجيبك على خير ان شاء الله خويا الله يجيبك على خير ان شاء الله الله يجيبك على خير اخويا العزيز مورو خويا سي الله يعاونك ودعي معنا اياه نهار مبارك خويا مورو نتبادل الدعاء اخويا العزيز الله يوفقك داكشي اللي بغيتي في خاطرك ان شاء الله طلبوا الله يوفقنا لما يحب ويرضى خويا مورو الله يحفظك الله يحفظك صباحك مبروك وجمعه مباركه اخويا العزيز الله يكبر بك اخويا عندك نسى شي واحد راني كنخاف شي واحد نساه مراد نجار قال لي حظي اخي مصطفى الله يحفظك اخويا مراد الله يحفظك اشوف
الا مشى في سبيل الحباب مرحبا، ما كاينش مشكل اخويا مراد. الله يحفظك اخويا، الله يكبر بك. شكرا لك اخويا مراد، شكرا لك على الاهتمام اخويا العزيز. رجال المهجر، جمعة مباركة وتحياتي من إيطاليا. تحياتي لك رجال المهجر، تحياتنا للناس في إيطاليا، الجالية المغربية في إيطاليا وكل الدول أينما كانت توحشت جديدة. تحياتي من قطر، أوك مراد، خويا أوك مراد من عاصمة دكالة مدينة الجديدة العزيزة. قال لك توحشت جديدة، الله يجيبك على خير، كيتواجد في قطر. تحياتنا للجاليه المغربيه في قطر الشقيقه، الله يجيبك على خير اخويا مراد. اوك الله يجيبك على خير اخويا العزيز. اذا حتى هنا غادي ننهي هذا البث المباشر، غادي نقول لكم شكرا لكم على حسن المتابعه. ما تنساوناش من صالح دعائكم، ما تنساوناش من مشاركه هذا المباشر باش يوصل الجاليه المغربيه خارج ارض الوطن اللي شاركت معنا، وكذلك يوصل حتى الناس اللي كيحبوا الرياضه وكيمارسوا الرياضه، وحتى الناس اللي باغا تشجع وباغا اللي يشجعها على ممارسه الرياضه. ما تنساوش تبارطاجيو باش يوصل لهاد الناس هادو. شكرا لكم على حسن المتابعه، القاكم في بث مباشر اخر، الى اللقاء.